في هذه الأسفار المحفوفة بالمخاطر أسافر عبر غابات بنما الكثيفة إلى أخطر منطقة في الكرة الأرضية، فجوة داريان. أكاد أغرق في الوحل. أنا مارش مختاري، والأخطار طبيعية هنا في كل مكان، ولكن هذه الغابة تتستر أيضا على التهديدات البشرية من مروجي المخدرات ورجال العصابات. قد أكون مراقبا من قبل أي شخص وأنا لا أدرك ذلك. عندما تنتهي الطريق سأتوجه إلى عمق الغابة المطرية. هذا النهر يعج بالتماسيح. كلما اتجهت صوب الداخل ازداد خطر وقوعي في كمين مسلح. عدد قليل من المسافرين الذين يجرؤون على العبور في هذه الغابة المعزولة إلى أخطر منطقة في بنما، حيث موقع بري غدار وعنيف يعرف باسم فجوة داريان. هذه الغابة تبدو هادئة ولكنها أبعد ما تكون عن ذلك. هذه الغابات المطرية التي تمتد على مساحة 12 ألف كيلو متر مربع هي أحد الحدود البرية الأخيرة في العالم. المنشورات الحكومية تنصح السياح بالبقاء بعيدا عن هذه المنطقة المميتة، ولكنني أرغب بالمجيء إلى هذه المنطقة النائية لرؤية السكان الأصليين المنعزلين عن العالم الخارجي، والذين يحاولون الحفاظ على تقاليدهم التي اكتسبوها من أسلافهم قبل عدة قرون. المسافرون يواجهون شتى أنواع المخاطر الطبيعية كالجاغوار والثعابين السامة والحشرات المميتة، ولكن التهديد الأكبر يأتي من البشر، فالقوات الكولومبية والتي تعرف باسم فارك تحتل هذه المنطقة. الفارك تنظيم سياسي تأسس أصلاً للدفاع عن حقوق الفقراء الكولومبيين، ولكن منذ عام 1964 قاموا بقتل ما لا يقل عن 100,000 شخص معظمهم من المدنيين. هذه القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة تستخدم فجوة داريان كقاعدة لعملياتها، وهذا الامتداد الواسع من الغابات المطرية الكثيفة هو مخبأ طبيعي مثالي لهم. بدأت رحلتي من كارتي على الساحل الكاريبي. من هناك سأقود مسافة 40 كيلومتراً على الأقل على واحدة من أسوأ الطرقات في بنما. نحن في بداية فصل الشتاء الممطر الذي يمتد حوالي 8 أشهر، ويمكن للأمطار الغزيرة المفاجئة أن تغرقني في الوحول. إذا تمكنت من عبور هذه الأدغال الوعرة سأصل إلى طريق الأمريكيتين السريع، وأتجه من هناك إلى الجهة الجنوبية الشرقية لمسافة أكثر من 200 كيلومتر، ثم أصل إلى يافيسا التي تقع على حافة فجوة داريان. من هناك خططت الدخول إلى أماكن لنشاطات العصابات، من ثم السفر عبر النهر إلى قرية ميركاديو المعزولة. وصلت إلى المجتمع النائم في كارتي، والجزيرة هناك إنها تقع على يمين الساحل الكاريبي في بنما. أحضرت معي بعض الأساسيات، ملابس واقية من الثعابين فقد قيل لي بأنني سأحتاجها، بالإضافة إلى شيء مهم وهو الناموسية، وعلبة إسعاف، وأقراص ضد الملاريا. جرعة يومية تحميني من التقاط المرض إذا لسعتني بعوضة مصابة. سأقود سيارة ذات نظام دفع رباعي. إنها أبعد ما تكون عن المثالية لكي تحتمل ظروف الطرقات، ولكنها أفضل ما يمكن العثور عليه هنا. للحصول على بعض النصائح فيما يتعلق بالطرقات المماثلة، التقيت مع خبير القيادة في الطرقات الوعرة، إريك سان مالو. كيف حاله مارش؟ كيف حالك إريك؟ بخير وأنت، أهلا بك في بنما. بخير، شكرا لك. هؤلاء هم أصدقائي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير، مرحبا. مرحبا. إريك ورفاقه اختبروا بواسطة شاحناتهم الطريقة التي سأسلكها عند خروجي، وهم يعتقدون أنني مجنون لأنني سأسافر على متن هذه السيارة التي استأجرتها. حضرت نفسي للرحلة، هل ستعطيني بعض التعليمات؟ السيارة التي بحوزتي مخصصة للقيادة على الطرقات العادية بالرغم من أنها رباعية الدفع. إذن ما المخاطر التي قد تعترضني خلال قيادة هذه السيارة؟ إنها تنزلق بسهولة،
لا تضغط على المكابح بقوة لأنك ستفقد السيطرة تماما على السيارة، فهي قد تنحرف وتنقلب وعندها ستقع في ورطة كبيرة. كن حذرا. سيارة الدفع الرباعي التي سأقودها مجهزة بعجلات للقيادة على الطرقات العادية، وليست مجهزة بعجلات خاصة للقيادة في الطرقات الوعرة. وصلنا هنا إلى نقطة خطرة بعض الشيء. ضع ناقل الحركة على أدنى مستوى واضغط على المكابح قليلا. المستوى المنخفض من السرعة يجعل العجلات أكثر ثباتا على الأرض، مما سيزيد سحبها. حاول أن تتبع المسارات هنا ببطء شديد. تقصد لأنها... القنوات؟ نعم القنوات. نعم. لأننا لا نرى الطريق بوضوح. واو واو، يبدو أننا نواجه بعض ال... نعم هناك بعض الصخور. حسنا، نحن في ورطة كبيرة. أوه، نكاد نغرق في الوحل. إذا ثقبت الصخرة خزان الزيت سينسكب الزيت وقد يسخن المحرك ويتشقق. قد نحتجز هنا، أقرب موقع لتصليح السيارة يبعد 40 كيلومترا عنا. ببطء، ببطء شديد. لا يمكنني أن أسير بشكل أبطأ من هذا. من المؤكد أن أسفل السيارة قد تعرض لضربة قوية. أعني أننا بالكاد نحبو. هذه الأخاديد بعمق 60 سنتيمترا تقريبا، أليس كذلك؟ قد يكون تقريبا 45 سنتيمترا. الآن خذ يمينك. أحسنت، تسلقنا هنا وهذا جيد. شكرا. هذا ليس بسيء جدا بالنسبة لهاو مثلي. أعتقد أنني أرى النهر أمامنا. نعم، سوف نعبر من خلال النهر. لم أفكر بهذا أبدا. لقد حطمت السيول الجسر الذي يعبر نهر كارتي. خلال الفصل الممطر يصل عمق هذا النهر إلى 4 أمتار تقريبا. أخبرني ماذا يجب علي فعله. حسنا، إذا كانت المياه أعلى من محور السيارة الرئيسي قد تفيض حجرة المحرك ونحتجز هنا، وهذا ليس الجزء الأخطر من رحلتي. هذا عريض جدا، إنه يشبه نعم. بعرض 9 أمتار تقريبا. ادخل مباشرة فيه. أدخل فيه؟ نعم مباشرة، إلى الجهة اليسرى قليلا. حسنا، القليل بعد. نعم، إلى هنا. مباشرة إلى الداخل. اذهب مع التيار؟ نعم مع التيار. أشعر بالتيار يسحبني. طلب مني إيريك أن أقود إلى الأسفل، وذلك لتفادي أعمق جزء في النهر. قال إن هذا يقلل فرصة فيضان السيارة ذات نظام الدفع الرباعي من الداخل. لا تتوقف هنا، فقط ادخل. حسنا. أين الآن؟ أين؟ حاول أن تشد إلى الجهة اليمنى. اليمنى؟ صحيح، إلى الجهة اليمنى. أشعر أنني أقود في الوسط. من هنا نعم، أخرج من هذه المنطقة هنا. أحسنت. كنت سأعبر بشكل مستقيم، لذلك أنا سعيد لأنك معي وتقودني إلى الطريق الصحيح. اضغط قليلا على المكابح لكي تجف. أوه، نصيحة جيدة. ولكن هناك المزيد من العقبات. الآن لدينا بعض الطين. نعم هناك الكثير من الطين، حاول فقط أن تتبع المسارات. حسنا، أنت تبلي بلاء حسنا مارش. شكرا لك، أنا أحاول ذلك. هل سبق وقدت في طريق مماثل؟ عبرت طريقين سيئين قبل هذه المرة. أبطئ السرعة. فهمت ما تعنيه، إنها تجرك مباشرة صوب الأخاديد. نعم، أشعر كأنني في رالي ومساعدي يقوم بإعطائي الإرشادات اللازمة. أقدر ما تقوم به. نعم أهلا بك. تركني الآن إيريك لكي يتمكن من اللحاق بأصدقائه إلى بنما. الآن أصبحت وحدي. هذه المنطقة هي منطقة قبيلة من السكان الأصليين تدعى كونا وتسيطر على المكان. يرغبون بترك طرقات وعرة، وذلك لعدم تشجيع الغرباء على الدخول. يبدو بأنهم نجحوا في ذلك، لأنني رأيت عددا قليلا جدا من المركبات خلال دخولي. تشعر بالازدحام في السير،
حين ترى مركبة واحدة فقط. بدأت الغيوم بالتلبد بعض الشيء. الآن وقد بدأ موسم المطر، أتوقع سقوط حوالي 2.5 سنتيمتر من الأمطار يوميا. سيكون هناك بعض العواصف الرعدية بالإضافة إلى الأمطار التي تجعل الطرقات زلقة للغاية. من الجيد إجراء مسح للطرقات المماثلة لهذا الطريق والتنقل عبرها. خرجت للتو من سيارتي والأصوات الصادرة من الغابة مذهلة. الحرارة 33 على ساعة يدي، ولكن مع هذه الرطوبة فقد تتخطى 43. الحرارة هنا تبقى ثابتة إلى حد ما طوال أيام السنة. موسم المطر هنا يعني الرطوبة المرتفعة، فهي باستمرار تصل إلى معدل 100%. ها قد عدنا من جديد. بقي أمامي حوالي 225 كيلومترا للوصول إلى فجوة داريان. في الطرقات الوعرة كهذه من الأفضل إبقاء السرعة منخفضة، وذلك لمنح بعض الوقت للتصرف في حال التعرض للصخور أو جذوع الأشجار. هناك بعض الأخاديد المرتفعة، سأخفض السرعة وسأختار المسار الذي سأمشي عليه. أنا ذاهب مباشرة نحو قمة التلال. الأفضل ألا أذهب إلى القمم، ولكن الطريق لم يكن جيدا. يبدو أنني سأسقط. تعرضت سيارتي لضربة قوية، وأرجو ألا أكون قد وقعت على تأمين كبير في وكالة إيجار السيارة. لا يمكنك السيطرة على عجلة القيادة. السيارة تجذبك نحو تلك الأخاديد. هذه أسوأ الطرق التي قدتها في حياتي. أشعر بالفرح لوصولي هنا. الرطوبة غير معقولة. العرق ينهمر من جسدي. حتى لو لم تكن هناك رطوبة كنت سأتحرق من مجهود القيادة. انتصف النهار واقتربت من المدخل إلى طريق الأمريكيتين السريع، وهي الخطوة التالية من رحلتي. استغرق وصولي إلى هنا 3 ساعات، وقد قدت مسافة 40 كيلومترا تقريبا. أنا الآن باتجاه إلى بلدة يافيسا التي تشبه الغرب الأمريكي وتبعد 200 كيلومترا في أسفل الطريق، ولكن ليس لدي أي فكرة عما ينتظرني هناك. أقود الآن إلى الجهة الجنوبية الشرقية على طريق الأمريكيتين السريع. ذهلت بالمساحات المفتوحة الممتدة إلى ما لا نهاية. كنت أتوقع أن أرى المزيد من الأدغال على طول الطريق. مسح البناؤون ما يزيد عن 4000 كيلومتر مربع من الغابات المطرية لتشييد هذا الطريق. غالبية هذه الأراضي يزرع فيها الأرز كما تربى فيها الماشية. الملفت أنني أرى لافتات كثيرة كتب عليها أفتوس فري على أبواب مزارع الماشية هذه، والكلمة تعني أن هذه البقرات خالية من مرض الحمى القلاعية. الحمى القلاعية لا تؤثر على البشر، ولكنها بالمقابل تفتك بالحيوانات. في السبعينيات انتشر المرض بكثرة في أجزاء من كولومبيا، مما اضطر المسؤولين الأمريكيين إلى إيقاف أعمال تجهيز الطريق السريع، وذلك لمنع انتشار المرض شمالا. حيث ينتهي مشروع الطريق السريع يبدأ طريق فجوة داريان. هذه الغابات المطرية الكثيفة هي موطن مروجي المخدرات ورجال العصابات الكولومبية الذين يخطفون المسافرين الذين يجرؤون على الدخول إلى أراضيهم. وفي محاولة للحفاظ على الأمن وتخفيض الجرائم، تقوم الشرطة البنامية بدوريات على طول الطريق في الغابة. يبدو أنني وصلت إلى أول نقطة تفتيش. هؤلاء الرجال مدججون بالأسلحة،
مساء الخير. أهلا. جواز سفرك لو سمحت. حسنا. نحن الآن عند نقطة تفتيش، حيث تبحث الشرطة عن تجار المخدرات أو أي نشاط تقوم به العصابات، وسيفتشون السيارة. مساء الخير. أعتقدت أنهم سيفتشون السيارة، لقد تحققوا من جواز السفر فقط. هل كل شيء على ما يرام؟ نعم. شكرا لك. شكرا. شكرا وداعا. تفضل. شكرا. انتهى كل شيء. كان الوضع مخيفا، حتى إنهم لا يبتسمون أبدا، ولكنني أفهم السبب. عندما تمر عبر نقطة التفتيش الأولى تشعر بالرهبة، تشاهد رجال الشرطة، من ثم تشعر بأن هناك توترا شديدا على هذا الطريق. عبرت الآن بحيرة بايانو. هذا الجسر يعني بأنني على بعد 175 كيلو مترا عن موقع الفجوة. على هذا الجانب من الجسر الطريق أسوأ. أشعة الشمس الحارقة والأمطار الغزيرة تنشئ هذه الحفر، وقد تحول الإسفلت على الطريق السريع إلى كومة من الأوساخ. ومن حيث لا تدري ستتفاجأ بحفرة كهذه، لذلك عليك أن تبقى متيقظا على الدوام، كأنك على حلبة سباق تزلج متعرج إذا أردت التخلص من الحفر. أنا أقود الآن على الجهة الثانية من الطريق، وبسهولة قد تفقد عجلة وقد تكسر محور السيارة. الطريق ضيق جدا، الأحصنة والكلاب التي تعيش على الطريق السريع تصعب التنقل عليه كثيرا. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا السيارات القادمة التي تحاول بدورها تجنب الحفر. هناك شاحنة خادمة باتجاهي، هذا رائع. من لديه حق المرور؟ هل أنت جاد؟ أنت لا تتحرك. واو، يبدو بأنه يحتل الطريق ولم يكن يريد أن يوسخ إطارات شاحنته، كان يفضل أن يدهسني. وصلت إلى نقطة تفتيش أخرى للشرطة خارج بلدة ميتيتي. مرحبا. توقفت للتو وها هم الآن يفتشون السيارة. إنه يدور حول السيارة وينظر عبر النوافذ. لقد وضع يده على البندقية لسبب أجهله، يريد أن يبقيني هنا. أخذ جواز سفري، والآن سمح الحرس لمركبات أخرى بالعبور. لقد أعطاني جواز سفري ولكن لغتي الإسبانية ليست جيدة، لذلك لا يمكنني أن أسأل ما الذي يجري. حسناً، سمعت صوت طلقات نارية وطلب مني أن أبقى وألا أذهب إلى أي مكان. يبدو الجندي قلقا. لقد قال لي بأن أذهب. أنا لا أعرف، الوضع مربك. بعض الشيء تسمع طلقات ثم لست أدري ما الذي يجري، ولكنني سأرحل من هنا فورا. ولمساعدتي على تخطي المخاطر التي قد تعترضني في فجوة داريان، رتبت لقاء مع بعض الأشخاص الذين يعرفون الكثير عن المنطقة. إيرفين بينيت مسافر مغامر، وقد قام بأكثر من 20 رحلة في هذه المنطقة. إيرفين،
مارش، كيف حالك؟ بخير شكرا لك، وأنت؟ أنا بخير الحمد لله. مستعد؟ نعم مستعد لنذهب. إذن هيا بنا. أي نوع من المخاطر يمكن أن أواجه؟ أعتقد بأن البشر هم من أشرس المهاجمين في المنطقة، وبإمكانهم أن يضعوك في مواقف خطيرة للغاية. في يافيزا قد تتعرض للمشاكل مع السكان المحليين. هنالك قانون في يافيزا بالطبع، ولكن يمكن لأي شخص أن يقوم بعمل سيء ويهرب في الغابة، ولن يتمكن أحد من العثور عليه. بلدة يافيزا الحدودية وفجوة داريان كونا سمعة على أنهما ملاذ لقطاع الطرق والمتمردين. قال لي إيرفن إنه من الأفضل أن تتصل بالشرطة للتعرف على الأماكن الآمنة. أنت ذاهب إلى الوسط المخيف، إلى قلب هذه الفجوة. ولكن إذا واجهت هؤلاء الأشخاص، هل من نصيحة؟ عندما تواجههم لن تستطيع أن تقوم بأي شيء. صحيح. مقاتلو الفارك الكولومبية يمولون عملياتهم عن طريق اختطاف الرهائن وجمع أموال الفدية التي يطلبونها. بين عامي 1996 و2003 جمعوا ما يقارب 25 مليون دولار بهذه الطريقة. تحتفظ قوات الفارك بالأشخاص المحتجزين لديها في غابات كولومبيا وبنما النائية والمعزولة. في يوليو عام 2008 قام الجيش الكولومبي بتنفيذ عملية إنقاذ جريئة جدا، أطلق خلالها 15 رهينة بينهم المرشحة السابقة للرئاسة الكولومبية إنغريد بنتنكورت، وكانوا قد احتجزوها أكثر من 6 سنوات. ولكن المسؤولين الكولومبيين يقدرون بأن قوات الفارك لا تزال تحتجز أكثر من 300 رهينة. أنزلت إيرفن. شكرا لك، أقدر لك ما فعلته، شكرا. ثم اتجهت إلى ميركاديو. ميتتي هي القرية الأخيرة قبل يافيزا، وهي فرصتي الأخيرة لشراء الحاجيات والتأكد من كل ما أحتاجه قبل التوجه إلى داريان. عدت إلى الطريق وقد اجتزت مسافة 200 كيلومتر، ولا يزال أمامي 50 كيلومترا تقريبا للوصول إلى بلدة يافيزا. هذا هو جزء نائي جدا من العالم، ولكن بين الحين والآخر ألمح من بعيد قرية صغيرة فيها سكانها الأصليون على جانب الطريق السريع. العديد من هؤلاء العائلات كانوا يعيشون في منطقة فجوة داريان، ولكن العنف وسفك الدماء أجبرهما على الانتقال. بدأ الظلام يحل، وأنا لا أرغب بالقيادة على طريق الأمريكيتين السريع خلال الليل. لا أعرف وضع الطريق ولا أعلم من سيسلكه خلال الليل. اتخذت التدبيرات اللازمة لكي أمضي ليلتي في إحدى القرى المحلية. حسناً، لقد وصلت إلى قبيلة إمبيرا، والساعة هي 7 وسأقضي ليلتي هنا. مرحباً. يا له من استقبال. شكراً. نصبت خيمتي لكي تحميني من البعوض والثعابين. علي أن أرتاح كثيراً. غدا سأترك سيارتي ذات الدفع الرباعي وأنطلق في الأدغال مشيا على الأقدام، حيث تجرأ عدد قليل جدا على الذهاب. استيقظت باكرا في قرية إمبيرا. يومي سيكون طويلا. هدفي الأول هو الوصول إلى قرية يافيزا البنمية، بعد ذلك سأسافر إلى عمق الغابة المعزولة حيث موقع فجوة داريان. علي الوصول إلى ميركاديو قبل غروب الشمس. علي عبور 50 كيلومترا تقريبا للوصول إلى قرية يافيزا، إلى مكان حيث لا يجرؤ البنميون على الذهاب إليه. كلما تقدمت قل عدد السكان في طريقي. أنا السائق الوحيد على الطريق الآن. لا ترغب بتخفيف سرعتك هنا، لأنك لا تعلم بمن ستلتقي. عليك أن تفكر بطريقة مختلفة عندما تأتي إلى مكان كهذا. الحس السليم والاعتماد على الذات هما النقطتان الأساسيتان هنا، فالقرارات السيئة قد تدخلك في متاعب جمة. انتقل العديدون من هذه المنطقة هربا من مقاتلي مجموعات العصابات.
يعيش 40,000 بنمي في هذا الإقليم الذي تضاهي مساحته مساحة الكويت. بدأ الطريق يتبدل فهو يمتد بشكل متعرج، وقد كان طريق الأمريكيتين السريع قبل ذلك يمتد بشكل مستقيم. هذا التغير يبدو غريبا. تحاول الحكومة البنمية تحسين حالة الطريق السريع. عمال البناء يغرقون الأرض بالصخور ثم يسوونها. أعتقد أنها الطريقة الوحيدة لإصلاح الحفر. قدت لساعة من الزمن وأرجو أن أكون قد اقتربت من يافيزا. رجال يحملون المناجل الكبيرة. أنا متأكد أنها طريقة عيشهم هنا. أرى دخانا وأعتقد أنهم يحرقون النفايات. يبدو أن هناك المزيد من مظاهر الحياة، ويبدو بأنني على الأرجح أدخل إلى يافيزا. طريق الأمريكيتين السريع ينتهي في يافيزا التي تقع على الجهة الشمالية الغربية من فجوة داريان. سمعت بأن رجال العصابات وقطاع الطرق يمرون من هنا. أرجو أن تكون سمعة البلدة الموصوفة بالأعمال الخارجة عن القانون مبالغا بها. هذه هي فيزا سيئة، لكنها لا تبدو سيئة. هذه نهاية الطريق. سأحمل حقيبتي وأمشي نحو الغابات المطرية. المحطة الأخيرة في رحلتي، حيث ذهب عدد قليل جدا من الغرباء. هناك ما يزيد عن 300 مقاتل من فارك الكولومبية يختبئون في الأدغال خارج يافيزا. لذلك توجهت إلى الشرطة لكي أحصل على تقرير حديث كامل عن نشاطاتهم. عدد السيارات الذي يمر من هنا قليل جدا، لذلك أرى الجميع يحدقون بي. توقفت لكي أتحدث مع عضو من الشرطة الوطنية وهو الرائد خوزيه فرنانديز. أطلعته على رغبتي بالذهاب إلى قرية ميركاديو. قال لي إن السفر إلى تلك المنطقة لوحدي أمر خطير، ولحماية والحفاظ على سلامتي سيرسل معي بعض رجاله. من الممكن أيضا أن أواجه أعضاء من فرقة ميليشيا يطلق عليها اسم قوات كولومبيا المتحدة للدفاع الذاتي AUC. حلت هذه المجموعة عام 2006، ولكن هناك لغاية الآن بعض الفصائل الناشطة منها. إذن الفارك و AUC يقيمون في داريان. ما تعليقك على هذا؟ الميجر فرنانديز مثل بقية المسؤولين في المنطقة لا يتحدث عن الصراعات السياسية المشحونة. لذلك بحثت عن بعض السكان المحليين لكي أحصل على الإجابات الصحيحة. خورخي فاسكيز هندي من كونا وحارس سابق في فجوة داريان. لقد عاش وعمل في فجوة داريان طوال حياته. ما تأثير الصراع على الأشخاص مثل الذين يرغبون بالذهاب إلى داريان؟ المسافرون ليسوا الوحيدين المعرضين للأخطار في داريان. قال لي خورخي إن AUC أطلقت النار على والده في يناير عام 2003 وقتلت. خرجت من يافيزا وعبرت جسر المشاة فوق نهر تشوكوناك
أخيرا أدخل الغابة المطرية الجبلية في فجوة داريان. اخترت طريقا بمحاذاة نهر تشوكوناك ليساعدني على التنقل عبر الغابة. بدأ المطر بالتساقط، أرجو ألا يتساقط بغزارة لأن التنقل سيصبح صعبا هنا. وجودي هنا ليس لأسباب سياسية، ولكن قد أتعرض للاختطاف أو ما هو أسوأ. يقول السكان المحليون إن قوات الفارك لها أعين وآذان في كل الغابة. قيل لي بأنهم بعد دقيقتين من وصولي إلى يافيزا علموا بوجودي. أنا سعيد أنني لست وحيدا هنا. تم تكليف عدد من رجال الشرطة لحمايتي خلال عبوري إلى فجوة داريان. إنهم خبراء فيما يختص بالغابات، ومن الصعب جدا ملاحظة وجودهم. ولكن عدد رجال الشرطة يفوق عدد المتمردين في داريان، وهم غالبا مدججون بالأسلحة. قد أكون مراقبا من قبل أي شخص وأنا لا أدرك ذلك. ولكن هذه الغابات الكثيفة لا تخفي فيها تهديدات بشرية فقط، بل تخفي أيضا مجموعة من الحشرات والزواحف الخطيرة. أخذت معي ملابس مخصصة لحمايتي من أنواع عديدة من الثعابين السامة الموجودة هنا. عرفت الآن لماذا يستخدم قطاع الطرق ورجال العصابات داريان كمخبأ لهم. أمشي بمحاذاة المياه، ولكن مع كل خطوة تزداد خطورة تعرضي لكمين ما. مشيت أكثر فأكثر على طول نهر تشوكوناك. أنا على بعد كيلومترين من بلدة يافيزا. الحرارة والرطوبة في هذه الغابة في بنما غير معقولة، وأصوات الطيور والحيوانات مدهشة. إحدى الصرخات الغريبة هي صرخة القرد المولول. في هذه المرحلة من الرحلة قررت أن ألتقي ببعض خبراء الغابات لأتعلم منهم بعض مهارات البقاء. الخبير الأول هيرنان أروس. تعلم هيرمان مهاراته من عائلته. عام 1960 كان والداه من فريق مؤلف من 16 شخصا، قاموا بأول رحلة عبر السيارات إلى منطقة الفجوة. قادوا سيارات لاند روفر مجهزة للرحلة عبر الأدغال لفترة امتدت 4 أشهر و20 يوما. قال لي هيرنان إنه يجب علي أن أكون على أهبة الاستعداد لأي تهديد مهما كان بسيطا. عليك الانتباه من النمل الرصاصي، إن سمها قوي جدا ولسعتها مؤلمة جدا. إن لسعة النملة الرصاصية التي يبلغ طولها 2.5 سنتيمتر مؤلمة كالرصاصة. كان البدائيون الذين عاشوا في عمق منطقة داريان يستخدمون هذه النملات، يقومون بغليها في الماء للحصول على السم منها ويضعونه على رأس السهم. لست بحاجة أن تضرب الضحية بالسهم في أي نقطة حساسة من جسمها، وذلك لأن السهم عندما يلمس أي عضو من الجسم سيكون تأثيره فظيعا. مما يجب أن أكون حذرا أيضا؟ عليك أن تكون حذراً أيضاً من ثعبان فيرديلانس. قد يكون هذا النوع من أنواع الثعابين الأكثر سمية وتكاثراً، وذلك لأنه لا يبيض بل يتوالد. حقاً؟ يولد الصغير منها ويبدأ بالركل ويكون مليئاً بالسم منذ ولادته. أنثى هذا النوع من الثعابين قد تضع 60 صغيراً في وقت واحد.
هذا النوع الذي يبلغ طوله مترين تقريبا هو المسؤول عن موت أكبر عدد من الأشخاص أكثر من أي ثعبان آخر في أمريكا اللاتينية. تستطيع قذف السم مرتين بكمية كافية لقتل رجل في لسعة واحدة. معي لباس واق من الثعابين. عليك أن ترتديه يا مارش، لأننا في منطقة ثعابين فيرديلانس. نصيحة جيدة، زودتني بمعلومات رائعة. هذا من دواعي سروري. انتبه واحذر من الثعابين خلال رحلتك. بالتأكيد. حظا سعيدا. شكرا. كل شيء حولك هنا متشابه، ومن السهل جدا أن تتوه. الأدغال كالمتاهات، وأنا أمشي إلى أسفل المنحدرات الكثيفة. المطر المتقطع بلل الطريق فأصبح زلقا للغاية. واو! وقعت، ولكنني لم أصب بأذى. قال لي السكان المحليون إن المتنزهين من الممكن جدا أن يجدوا طعاما هنا في الغابة المطرية إذا لزم الأمر. طلبت المشورة من خبير في الطبيعة من السكان المحليين، إغناسيو رويز أوسابا. في حالي تهت في هذا المكان، ما الذي يمكنني أن آكله؟ سأعطيك مثلا على ذلك. أنا متوتر قليلا مما يخبئه لي. هذا يبدو خطيرا. النمل الأبيض. ماذا؟ النمل الأبيض؟ النمل الأبيض. هل ستأكل النمل الأبيض؟ أها. عفوا، أنت من سيأكله. يا إلهي، انظر إلى حجم هذا الشيء. أوه لا. هل ستأكل هذا الشيء؟ نعم، إنه مليء بالبروتينات. عندما تتوه في الغابة، إنه جيد. مصدر جيد، ها؟ نعم. هل ستأكلها الآن؟ جرب. لست أدري إن كنت متحمسا لهذا. سأستدرجها إلى إصبعي. أتساءل كيف سيكون مذاقها. أتعلم وكأنك تأكل نفايات. ستأكل ثانية؟ أوه، انظر إلى ذلك. ما هذا؟ إنها بالميلا. بالميلا؟ أها. قطعت جزءا وتركت الباقي. نعم، يمكنك أن تأكل هذا الجزء منها، كأنها بالميتو. هل تعرف البالميتو؟ أعرفه، قلب النخيل. نعم أعرفه. ثم تقدم. ها؟ رائعة. إذن مع النمل الأبيض وقلب النخيل فقد تناولت وجبة غنية، ولكنني لست مستعدا للجوء إلى هذا النوع من الأكل الآن. أنا على بعد 10 كيلومترات من وجهة النهائية إلى أعمق مكان في بنما، إلى فجوة داريان. الوصول إلى هناك مشيا مستحيل. أفضل وسيلة للتنقل في الغابات المركب. وصلت إلى حوض صغير في نهر تشوكوناك. مرحبا بينكي. أهلا. كيف حالك؟ بخير؟ نعم. جيد أنك بخير. شكرا لك. بينكي كان مرشدا في النهر ل50 عاما. نحت السكان المحليون هذا النوع من المراكب الذي يطلق عليه اسم بيراغوا، وهو بطول 9 أمتار وصنع من جذع شجرة واحدة. كانوا يستخدمون الصواري، ولكنهم اليوم يستخدمون المحركات الخارجية. يجب أن ندوره من لفة واحدة. أرني كيف. هل نوجهه بهذا الشكل؟ ولديه قوس طويل. يبدو هذا سهلا. هل تسمح لي يا بينكي؟ هل تسمح؟ أكيد. شكرا. حسنا. حذرني بينكي وقال لي إن النهر يعج بالتماسيح.
فقد قال لي إنها تنتظر مرور الطريدة بهدوء، وعندما تقترب منها تهاجمها، سواء أكانت حيوانا أم إنسانا. شكرا لإخباري بذلك. بعد أن أعطاني هذه النصيحة ذهب بينكي. شكرا جزيلا بينكي، شكرا لك. وأكملت طريقي. كأن هذا المركب سيارة كاديلاك عملاقة، مهما طالت مقدمته فإن باقي المركب سيلحق به. عليك أن تفكر بالمنعطفات القادمة، قيادته مسلية. نهر تشوكوناك واحد من بين 36 نهرا منتشرة في موقع فجوة داريان. علي أن أسافر عبر هذا النهر 8 كيلومترات قبل الوصول إلى نهر تويرا. بعد ذلك علي الإبحار لكيلومتر تقريبا قبل الوصول إلى وجهة النهائية إلى قرية ميركاديو. أعين التماسيح ليست الوحيدة التي تنظر إلي الآن. أنا من دون حماية لأنني أتنقل على المركب في النهر. الشجيرات الكثيفة على طول النهر تخبئ بالإضافة إلى التماسيح قوات الفارك ولصوصا وأي عدد من المهاجمين. رجال الشرطة الذين يرافقونني نصحوني بعدم الابتعاد أكثر عن قرية ميركاديو، فقد رصدت بعض قوات الفارك خارج القرية. أنا على وشك الانتهاء من رحلتي ولا أرغب في المخاطرة بالسير على طرقات ومسارات تعج برجال العصابات. من المدهش رؤية أشجار المانغروف تتداخل في المياه هنا، والستائر النباتية والغابات المطرية من حولنا، القرود تقفز من شجرة إلى أخرى، منظر مدهش جدا. الأخشاب تطفو على سطح المياه، لذلك يجب علينا الانتباه جيدا خلال العبور لكي لا نصطدم بها. هناك طريقة أخرى، أعبر فوقها. لقد اصطدمت بجذع لم أره. قفز المحرك فجأة. ما حصل يدمر الأعصاب قليلا. حسنا، إذن سنتابع. بعد ذلك الاصطدام أبطأت بعض الشيء. لا أرى بوضوح، هناك بعض الآثار. في بعض الأحيان يصل طول التمساح الذي يعيش هنا إلى 6 أمتار تقريبا. لحظة، أنا لا أشعر بالارتياح. انظروا إلى ذلك الأثر هناك، هذا أثر عريض جدا. سرت بمحاذاة الشاطئ لكي أستمتع بالمشاهد. أوه، إنه تمساح. لا، بل إنها إيغوانا. لا أعلم إن كنتم رأيتموها. لقد كانت، واو، علي الانتباه كثيرا. كانت إيغوانا كبيرة و تظنون أنها ثعابين، ولكنها مجرد أغصان. علقت المروحة في الوحل وبطأت حركة المحرك. ما كان علي الاقتراب من الشاطئ والنظر إلى التماسيح. عدت الآن إلى نهر تويرا. إذا سارت الأمور جيدا سأصل قبل الفجر، ولكن هذه الغيوم ورائي تقلقني قليلا. سافرت 40 كيلومترا محفوفة بالمخاطر على أحد أسوأ الطرق في بنما، عبر طريق الأمريكيتين السريع المليء بالأخاديد والحفر.
مررت عبر نقاط تفتيش للشرطة بالرغم من التوتر، وشعرت بحسن ضيافة السكان الأصليين في القرى. استطعت الصمود خلال رحلة عبر الغابة تضمنت المشي على الأقدام.